لو انت داخله ولا جامعه فالفيديو ده ليكي. الفيديو ده عن تجربه عشان ما تغلطيش غلطتي، عشان ما تندميش، عشان انت مركزي وانت داخله الجامعه. اول حاجه من النصايح المهمه جدا 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 ان انت لازم تعرفيها ان انت تقراي كويس جدا 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 عن الكليه انت داخلاها، وعن مجالات الشغل بتاعتها، وعن هتطلعي منها ايه، والعمل بتاعها والدراسه بتاعتها، وهتدرسي ايه وهتشتغلي ايه، لان دي من الحاجات المهمه جدا جدا جايز، بل دي بنسبه 98% اللي انت هتبني عليها حياتك بعد كده. ان كان تنسيقك، ان كان كليتك، ان كان حلمك ايه، ما تقوليش او اي كليه والسلام طالما انا ما جبتش اللي انا عايزاه. هتندمي، صدقيني هتندمي، لان لما بتدخلي الجامعه تلاقي كل الكليات تعتبر سواسيه، ما بقاش في بينهم اختلاف كبير قوي، خصوصا في مجالات الشغل. ساعه ما بتدخلي في موضوع الشغل وانت تدوري على شغل تلاقي ان كلنا زي بعض، مفيش حد مرتاح في الكليه بتاعته. فركزي ان انت ما تخسريش اهم حاجه هتبني مستقبلك عليها. تاني حاجه الحصه اسمها محاضره، المدرس اسمه دكتور، الفسحه اسمها بريك، الاستاذ بيبقى اسمه دكتور عادي. دي من الحاجات البوستات اللي انت هتلاقيها اصلا منتشره على فيسبوك كتير جدا. تالت حاجه من الحاجات اللي انت لازم تعمليها انه اول يوم جامعه بتروحي بدري شويه عن وقت المحاضرات وعن وقت السكاشن. وليه؟ عشان خاطر ان احنا ما بنبقاش عارفين حاجه في الكليه، فبنبدا ندور ونبدا نعرف ده مكانه فين وده مكانه فين. وما تساليش اكبر منك احيانا، لانهم بيبقوا احيانا بيسوحوكي من باب الهزار والضحك ما بين. تالت حاجه او رابع حاجه من اللي انا قلتهم ان المحاضره والسكشن الاثنين مختلفين عن بعض. المحاضره هي الجزء النظري اللي انت بتدرسيه، السكشن هو الجزء العملي. ولو انت هتدخلي كليه عملي فاهتمي بالسكشن جدا، لان هي دي اللي هتفيدك بعد كده، وهي دي اللي بيبقى مبني عليها تارجت كبير جدا في الدرجات، والجي بي اي بيعلى بسببها. خامس حاجه وده اهم حاجه، المذاكره في الجامعه. المذاكره في الجامعه ما تتخضيش منها. يعني ايه؟ يعني مش زي الثانوي ومش زي الاعدادي ان احنا ممكن نروح نلاقي نفسنا في ثانيه خدنا فصل ومطلوب مننا نشرحه وانت اصلا ما تعرفيش عنه حاجه وما شرحلكيش منه اي حاجه. ده عادي، لان بالنسبه للدكاتره انت بقيتي طالبه جامعيه، يعني بتدرسي لنفسك، يعني دي حاجه عاديه جدا، فما تتفاجئيش. احنا بس اللي نعمله ان احنا نذاكر اول باول، وبلاش ضغطه الامتحانات والزنقه اللي بتيجي في الاخر، لان حرفيا انا في سنه رابعه ومجربه كل الزنقات اللي ممكن تحصل، والمذاكره اللي قبل كده بتساعدني كتير. انا عندك وقت بين الامتحانات وبعضها، فلو انت مذاكره قبل كده فده بيخليكي اصلا تنجزي وبتلمي المنهج بسرعه، وما بقاش فيه اي مشكله خالص مهما كان كبير ومهما كان فيه عمل كتير. بالنسبه للدفعه بتاعتك، اوعي تفكري ان ساعه ما تدخلي جامعه تعملي شيله صداقات كبيره وانت يبقى عندك صحاب كتير قوي ومش عارف ايه. مش بيحصل مع كل الناس ده، ومش كل اللي هتقابليهم في الجامعه كويسين، ومش كلهم سيئين. ولكن حاولي تتعاملي مع الدفعه بتاعتك بصوره كويسه، يعني تكوني منهم صحاب وتعملي لك شله، وحتى لو مش صحاب خليكوا زمايل معارف، لان تقعدي معاهم 4 سنين 5 سنين على حسب الكليه بتاعتك. فعلا خلاص نستحمل بعض ونعديها، والسخافات اللي انت هتشوفيها عديها، لانك هتشوفيها كتير في الشغل اكتر من الجامعه. سادس حاجه دكاتره الجامعه، دكاتره الجامعه ما تتعامليش معاهم على انهم اساتذه ثانويه. دكاتره الجامعه لهم سلطه اكبر من اساتذه الثانوي بكتير جدا جدا جدا. دكتور الجامعه في ايده كل حاجه، نقول تاني، دكتور الجامعه في ايده كل حاجه. فحتى لو الدكتور كويس فده حلو جدا واحنا معاه، دكتور يبقى خلينا اللي هو ايه، يعني اللي علينا بنعمله عشان ما نخسرش جي بي اي مثلا او يقل، في نفس الوقت نمشي الدنيا عشان الاربع سنين او الخمس سنين دول، يعني نزقهم عشان نعدي بقى. فاهمين انتوا؟